لمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من أم الفحمة السيد أحمد أبو عماد خبير الشؤون الإسرائيلية. سيد أحمد، إذا بداية يعني هناك اجتماع مرتقب لمجلس الحرب الإسرائيلي اليوم أيضا الذي تكرر لعدة أيام، وبالتالي ما هو المتوقع؟ هل نتوقع ردا إسرائيليا بالفعل يحفظ ماء وجه إسرائيل ويكون محدودا، أم ربما يكون ردا قويا قد يفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة خلال الفترة القادمة؟ مساء الخير. اولا مجلس الحرب اتوقع انه اليوم سيقوم بالاساس باعاده موضوع هدفي الحرب اعلن عنهما مجلس الحرب والجهاز الامني والجهاز السياسي منذ 7 اكتوبر. وهناك تخوف كبير جدا اليوم داخل المجتمع الاسرائيلي من ان هذين الهدفين قد يمكن أن يتم نسيانهما، وهو واحد القضاء على حركة المقاومة الإسلامية، واثنين تحرير المخطوفين الأسرى. الآن السؤال الكبير جدا اليوم داخل إسرائيل هو أنه في حالة ذهبنا اليوم إلى محور جديد، عراق جديد، حرب جديدة مع إيران، أي مواجهة ممكن أن تؤدي فعلا إلى بعثرة الأوراق، وهذا الأمر يتخوف منه جدا الجهاز السياسي أو بعض أعضاء الجهاز السياسي من هم أصحاب مسؤولية. ولذلك بتوقعي أن مجلس الحرب لن يقرر الذهاب إلى رد عسكري كبير جدا مع إيران، إنما يريد أن يفكر في أي رد، ربما ليس الآن، أي رد يضمن هذه المرة عدم وجود إيراني، وهذا أمر طبعا خطير جدا. وبالتالي مثلما فشلت الاستخبارات في المرة الأولى في دراسة وتوقع الرد الإيراني غير المسبوق على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، اليوم الاستخبارات أو الجهاز السياسي والأمني يطلب من الجهاز الاستخباراتي أن يعطيه توقع ماذا سيكون الرد الإيراني في حال ذهبنا إلى رد معين على إيران. طيب سيد أحمد، لو تحدثنا عن الموقف الأمريكي، كيف يشكل عامل ضغط على إسرائيل حتى يكون الرد ربما له حدود ولا يفتح الباب أمام مواجهة واسعة في الشرق الأوسط؟ نعم، الولايات المتحدة عزيزي، وهذا سؤال ممتاز، الولايات المتحدة، وهذا أمر اليوم يعني المجتمع الإسرائيلي جدا جدا يعني يتحدث عنه بشكل واضح، أنه بدون الولايات المتحدة كان من الصعب جدا أن نذهب بهذه القوة منذ 7 أكتوبر. وحضور بايدن إلى, 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 إلى إسرائيل في يوم الأربعاء، أسبوع واحد فقط بعد يوم السبت من هجوم 7 أكتوبر، هو دليل كبير جدا على أن إسرائيل اليوم لا يمكن لها أن تواجه هذه الأزمة بدون قيادة الولايات المتحدة. وبالتالي الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية، انتبه، قضية المسؤولية هي قضية مهمة جدا. وبالتالي بايدن وبلينكين وكيربي، كل هذه القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في الولايات المتحدة لا تحبذ ولا تفضل أن تقوم إسرائيل بأي رد على إيران، وبالتالي تحاول أن تضغط، وتضغط على بنيامين نتنياهو من أن يكتفي بالقول بأننا قد نجحنا في التصدي لكل أو 99% من الصواريخ والمسيرات التي أرسلتها إيران. كذلك الأمر، لا ننسى هناك مقولة أو هناك رأي يقول بأن الرد على الهجوم الإيراني يمكن أن يدخل بعض الدول العربية التي حسب وكالات الإعلام قد كان لها دور أيضا في الرد على في رد إسرائيل على الهجوم الإيراني. وبالتالي هذا لا يخدم المصلحة الإقليمية ولا يخدم المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة وللدول التي كانت وما زالت حليفة مع إسرائيل في عدة مجالات عسكرية واقتصادية، أقصد المناطق أو الدول الموجودة حول المنطقة. نعم، أيضا سيد أحمد، يعني طب كيف نفسر تصريحات الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة قد تنجر إلى حرب في الشرق الأوسط إذا ما هاجمت إيران إسرائيل؟ هذا كيف بقولوها، هذا يعني هذه جملة اللي في الولايات المتحدة تريد فقط أن تعبر عن مدى تضامنها ومدى وقوفه الى جانب المجتمع الاسرائيلي، ليس الا، انتبه، وهذا امر انا متاكد منه كمان، ان الولايات المتحده فعلا هي يعني ترسل رساله مهمه جدا عبر الاعلام للمجتمع الاسرائيلي وللمجتمع الايراني، ولكن هناك قنوات اخرى باعتقاد الولايات المتحده بشكل او باخر توصلها الى ايران، وهي تطلب منها محاوله عدم الرد اذا كان في هناك هجوم اسرائيلي، وان الولايات المتحده تعارض هذا الامر ولا تريد أي تصعيد في المنطقة.
وبالتالي يعني انت الولايات المتحدة لديها مسؤولية معينة بشكل او باخر تجاه المجتمع الاسرائيلي، ولكنها دائما تحدثنا عن هذا الموضوع تتحدث بهاتفين، هي تتحدث بهاتف مع المجتمع الاسرائيلي ومع جانتس ومع ايزنكوت ومع القيادات اليسارية المركزية المقبولة على الجهاز السياسي في امريكا، وتتحدث بهاتف اخر مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي ترى به الولايات المتحدة اليوم شخص عدم مسؤول، شخصية قيادية، رئيس حكومة ينصاع لجماعات يمينية متطرفة مثل سموتريتش وبينكفير اللذين يمكن ان يؤدوا به الى الهاوية. وبالتالي هناك من جهة اولى امتعاض امريكي من السياسة، من سياسة بنيامين نتنياهو وسياسة الحكومة، سياسة الحكومة الاسرائيلية اليوم، ولكن على في المجال الاخر هناك تأييد للمجتمع الاسرائيلي وهناك تأييد لاسرائيل كدولة وليس كحكومة. نعم. أيضا هل تتبع الولايات المتحدة سياسة العقوبات وتجديد العقوبات على إيران، يعني الجهود الدبلوماسية أو العقوبات الدبلوماسية خلال الفترة القادمة؟ ومنذ قليل بالفعل تم فرض عقوبات أمريكية بريطانية على إيران. نعم، هو كمان مرة هذا الأمر كل ما تحاول الولايات المتحدة القيام به هو محاولة تهدئة الخواطر لدى المجتمع الإسرائيلي ولدى الحكومة الإسرائيلية والجهاز الأمني، خاصة أن عزيزي الولايات المتحدة لم تتوقع وجود شبه إجماع داخل كابينيت الحرب، داخل مجلس الحرب، الجهاز السياسي والجهاز العسكري، شبه إجماع لأنه يجب أن تكون هناك أو يجب أن يكون هناك رد عسكري على الهجوم الإيراني. وبالتالي الولايات المتحدة لم تتوقع هذا الأمر بشكل بهذا الحجم، وهي بالتالي تحاول أن تقوم بعمل يعني بعمل لصالح إسرائيل، وهو تخويف إيران، وهو محاولة فعلا مثل ما قلت اتخاذ عقوبات اقتصادية ربما على إيران وأمور أخرى من هذا القبيل. ولكن الهدف الأساسي هو للولايات المتحدة حسب اعتقادي هو تخفيف التصعيد وليس تأجيج التصعيد، بمعنى الولايات المتحدة تريد أن تقول للإسرائيليين خلوا الموضوع علينا، احنا عم نعالج الموضوع الإيراني، ولكن انتوا خليكم مهتمين بالأهداف التي وضعتموها وهو القضاء على حماس وبالأساس موضوع تحرير المخطوفين، وهذا أمر ليس بالبسيط، اهتموا بهذا الأمر، أعيدوا هذا الموضوع إلى طاولة المفاوضات واذهبوا إلى اتفاقية تضمن بشكل سريع إنهاء هذه الحرب والذهاب إلى اتفاقية تضمن للحكومة الإسرائيلية الحصول وتحرير المخطوفين خلال الأيام أو الأسابيع القريبة. يعني أيضا سيد أحمد، يعني هناك بعض التحليلات التي تشير إلى أن نتنياهو من هذا الهجوم الإيراني ربما يعني كان له بمثابة طوق نجاة في ظل ما تعرض له من ضغوط داخلية وأيضا من ضغوط غربية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هل تتفق مع هذا الطرح بالفعل وطبيعة التعاطف الآن الغربي وأيضا الداخلي مع حكومة نتنياهو حتى يتم مواجهة إيران؟ دعني أقول لك هذا سؤال جدا 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 يعني واقعي، وهو سؤال الساعة اليوم. نعم. داخل يعني مش في المجتمع الإسرائيلي، خارج المجتمع الإسرائيلي كل يسأل هذا السؤال. الجواب هو واضح، المجتمع الإسرائيلي بأغلبيته فقد ثقته الكاملة في بنيامين نتنياهو، فقد الثقة الكاملة. لكن في المجتمع الإسرائيلي اليوم عزيزي هناك ما لا يقل عن 35% من المصوتين من المجتمع الإسرائيلي هو يميني صرف، هو يشمل الصهيونيين المتدينين الذين يعيشون في معظمهم في المستوطنات الإسرائيلية. هناك كمان النسبة كبيرة جدا 20% و15% من المجتمع الإسرائيلي من اليهود المتدينين الورعين. هذه يعني هاي المجموعات محسوبة اليوم كقوة يمينية ما بتتزحزح، وبالتالي بنيامين نتنياهو يمكن أنه ازداد بعض الشيء داخل هذه القوة وأعيدت ثقته. لكن على المستوى العام، على المستوى العام يعني القضية الإيرانية إيش رفعته لبنيامين نتنياهو؟ أنا بقول لك يا ممكن رفعته في ما يسمى عضوين أو ثلاث أعضاء في السلطة التشريعية اللي هي مكونة من 120 عضو برلمان. وبالتالي بنيامين نتنياهو كان دائما مقولته المشهورة خلال عشرات السنين الأخيرة أو العشرة 15 سنة الأخيرة اللي بيقول فيها بنيامين نتنياهو أن إيران هي رأس الحية، أن إيران هي من تخطط، وبشكل أو بآخر الهجوم الإيراني خدم مصلحة بنيامين نتنياهو فقط في هذا السياق. لكن هذا الأمر يعني لو لم يكن هناك 7 أكتوبر لرأيت هناك تأييد رهيب جدا للليكود ولبنيامين نتنياهو، ولكن المجتمع الإسرائيلي انقرص كثير من بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر ولا يريد بمعظمه بأغلبيته أن يرى بنيامين نتنياهو وأن يرى هذه الحكومة من جديد،
وهو يؤيد الذهاب إلى انتخابات. ضف إلى ذلك أن هناك بعض الأقوال حتى داخل الشارع الإسرائيلي تقول، والمجتمع الإسرائيلي هو واعي واعي جدا من ناحية سياسية، ويقول بشكل واضح أنه لا حاجة للرد هذا على إيران، لأن الضربة الإيرانية أو الهجوم الإيراني كان ردا على هجمات كثيرة جدا قامت بها إسرائيل خلال سنوات حسب مصادر إعلامية خارجية، من اغتيالات لقيادات إيرانية ومن هجوم على مصالح إيرانية خارج الحدود الإيرانية. وبالتالي هذا السؤال أقول لك هو سؤال ممتاز، الهجوم الإيراني ربما أدى إلى تعاطف فقط بعض الدول الحليفة لإسرائيل مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية مع بنيامين نتنياهو، ولكن على الصعيد الشخصي المجتمع الإسرائيلي ما زال بمعظمه فاقد الثقة في شخص بنيامين نتنياهو، وأن هذا الإنسان تقوده مصلحته الشخصية وصراع البقاء لديه في البقاء في هذه الحكومة وعدم الذهاب إلى انتخابات، وبالتالي كل هذا على حساب صفقة تحرير المخطوفين. المجتمع الإسرائيلي يريد الذهاب إلى انتخابات ولا يريد أن يرى مجددا شخصية بنيامين نتنياهو وعائلته وزمرته تكون المجتمع الإسرائيلي من جديد. طيب سيد أحمد، يعني في المقابل الموقف الإيراني، إذا ما تعرضت إيران لهجوم سواء كان محدودا أو غير ذلك، كيف سيكون الرد إذن؟ هل هناك ترتيب للأوراق؟ هل هناك تواصلات ربما غربية مع إيران حتى يتم تضبيط مثل هذه الأمور؟ أم ماذا ترى أو السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة؟ هناك أمر مركب في الآن في التفكير الإيراني وفي السياسة الإيرانية، هناك أمر مركب جدا. إيران حتى الأسبوع الأخير بشكل صريح لم ترد على أي هجوم إسرائيلي مباشر أو غير مباشر على المصالح الإيرانية. إيران قررت تغيير هذه المعادلة وقررت أن ترد على هجوم بما قامت به. الهدف أو الرسالة التي أرسلتها القيادة الإيرانية والحكومة الإيرانية إلى المجتمعات إلى المجتمع العالمي بشكل عام وإلى المجتمع الإسرائيلي بشكل خاص، أنه لن يكون من اليوم فصاعدا حالة من عدم الرد على أي هجوم تقوم به إسرائيل علينا، سيكون هناك رد. وبالتالي إيران الآن يعني تدرس ما هو الرد الذي يمكن أن نقوم به في حال قامت إسرائيل فعلا بالرد على الهجوم الإيراني، وسيكون هناك رد، لكن إيران لا تفضل هذا الأمر. وإن قامت إسرائيل بما ستقوم به ربما من هجوم معين صغير كبير داخل إيران خارج إيران، إيران ستقوم بالرد على ذلك. ومن هنا نتحدث عن عدم المسؤولية وإمكانية تصعيد الأمور، وبالتالي الولايات المتحدة والدول المسؤولة لا تريد هذه اللعبة. لأن هذه اللعبة خطيرة جدا، والتاريخ أثبت ذلك في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية، أحيانا أزمات صغيرة جدا تتحول إلى أزمات كبيرة جدا. هناك أيضا تصور بأن إيران يمكن أن لا ترد بشكل مباشر، يمكن أن تؤثر على حزب الله وعلى حسن نصر الله بأن يكون الرد من خلال هذه القوة اللي هي قريبة طبعا على الحدود الإسرائيلية. وبالتالي إيران كما مرة أقول لك هي لا تفضل أن يكون هجوم إسرائيلي من هذا المنطلق. وإن كان هناك هجوم إسرائيلي، إيران باعتقادي بسبب تغيير المعادلة ستقرر ماذا سيكون الرد على هذا الرد، وسنذهب إلى لعبة اللي هي خطيرة جدا. إيران بترد، إسرائيل بترد، إيران بترد على الرد، وهذا أمر لا تقبله الولايات المتحدة، لا تقبله بريطانيا، لا تقبله فرنسا، ولا تقبله دول كثيرة جدا ممن تتحمل مسؤولية حول ما يجري داخل هذه المنطقة من فعلا حالة من التأهب وحالة من التصعيد قد تؤدي من نهاية المطاف إلى أن نذهب إلى مكان لم يتوقعه أي واحد منا. نعم. أيضا سيد أحمد، يعني ربما هناك الكثير من التحليلات التي تتفق على أن إسرائيل لم تحقق أي اختراق عسكري داخل قطاع غزة، وربما هل إسرائيل قد تفتح جبهات أخرى للإخفاء هذه الإخفاقات مثلا أو للتنصل من هذه الإخفاقات وخلق حالة من الإلهاء ربما للداخل الفلسطيني، جبهة في الشمال، جبهة مع إيران، ربما استهدافات في سوريا وغير ذلك من الأمور والمناوشات التي حدثت مؤخرا؟ بنيامين نتنياهو على الصعيد الشخصي ربما كان يفضل ذلك، أنا أقول لك ربما كان يفضل ذلك، لأن هذا سيبعد كل الشبهات وسيبعد كل التخوفات من عدم بقائه في سدة الحكم كرئيس للحكومة. لكن المجتمع الإسرائيلي عزيزي وغير جاهز، المجتمع الإسرائيلي ذاهب الآن إلى عيد الفصح خلال الأسبوعين اللي جايات علينا، المجتمع الإسرائيلي زهق أو تعب بعض الشيء، هو 6 أشهر تقريبا بعد 7 أكتوبر،
المجتمع الإسرائيلي شايف في أم عينيه أنه الهدف الأول تبع الحرب هو القضاء على حماس لم يتم تحقيقه، الهدف الثاني هو تحرير المخطوفين لم يتم تحقيقه، فتح جبهة أخرى أو فتح أي تفكير في فتح جبهة أخرى عسكرية في الشمال مع حزب الله مع إيران هو عمل غير مسؤول بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي وبالنسبة، ولذلك أنا أعتقد أن إسرائيل ستعود لتلملم من جديد أوراقها، ستعود إلى البحث والحديث والنقاش حول هدف الحرب الأول وهو القضاء على حماس، والهدف الثاني هو تحرير المخطوفين، والمجتمع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تعي أن المجتمع الإسرائيلي يريد الآن تحرير المخطوفين ومش الذهاب إلى إيران وإلى حزب الله وفتح الجبهة الشمالية. لم يعتقد أي إنسان في إسرائيل أنه بعد 6 أشهر 60,000 أو 70,000 مواطن إسرائيلي ما زالوا نازحين عن القرى والمدن في شمال البلاد. هذا أمر غير جاهز إسرائيل، يعني إسرائيل لم تتوقع هذا الأمر، وبالتالي هناك حالة جدا جدا اجتماعية ونفسية داخل المجتمع الإسرائيلي ليست سهلة. وفي هناك بقول لك في خربطة والأوراق، خلينا نرجع أمورنا من جديد، لدينا موضوع المخطوفين ولدينا موضوع الحرب في غزة، وباعتقادهم أنه تم يعني تنفيذ أو تم فعلا تنفيذ الأهداف وإنجاز الأهداف اللي رسمتها الحكومة الإسرائيلية والجهاز الأمني، لكن لم يتم تنفيذ الهدف الثاني وهو تحرير المخطوفين. المجتمع الإسرائيلي يريد أن يرى صفقة تعيد المخطوفين في الأسابيع القريبة، غير ذلك سترى المجتمع الإسرائيلي يخرج إلى الشوارع ويطالب بالانتخابات. شكرا جزيلا السيد أحمد أبو عماد خبير الشؤون الإسرائيلية، كنت متحدثا إلينا من أم الفحم، شكرا جزيلا.